ليالي الرياض الكوميدية تقدم لجمهورها في موسم الرياض جرعة من الضحك والفكاهة بألوان كوميدية متنوعة مثل ستاند أب كوميدي وسكتشات وارتجال. خلونا نشوف كواليس واحدة من هذه الليالي. ليالي الرياض الكوميدية عروض ما راح توقف فيها من الضحك اللي مستمر حتى خلف الكواليس. هذا خيرون ليالي الرياض الكوميدية، انت شايف التيم وشايف كيف الجميع مبسوط والجميع يعني مستانس والجمهور ان شاء الله انه مستانس. عرضين الان راحوا ولله الحمد، انا على مد البصر اشوف كل قاعد ومبسوط وقاعد يضحك، هذا اهم شيء. احنا من اسمنا ليالي الرياض الكوميدية، ليش؟ عشان الناس ان شاء الله يعيشون شوية كوميديا بإذن الله. سألنا خيرو عن سر هذه الخلطة اللي تجمع النجوم في هذه العروض. والله شوف، التشكيلة أول مرة تجتمع، ترى عمرنا ما اجتمعنا في شو قبل. في فريق من شباب جدة، عندهم سكتشات، عندهم الألعاب الارتجالية، عندهم فقرات متنوعة. اليوم ما كانت ليلة ستاندب فقط، كانت ليلة متنوعة قدمتها في ستاندب كوميديانز. شكرا، الله يسعدك، إن شاء الله المرة الجاية قول. شفت الأهبل هذا؟ نفس الشيء، في سكتشات جميلة من الشباب، في بعدها فقرات ارتجالية، في بعدها ظهور الشخصية اللي كنا مستنينها من زمان اللي هي التمساح، ظهرت وختمت لنا الليلة بليلة متنوعة. الكل جاء انبسط، الكل جاء شاف أشياء متنوعة مختلفة وانبسط بإذن الله. الفنانة المصرية الكوميدية شيماء سيف وصفت لنا موسم الرياض وجمهوره. جمهور قوي جدا جدا جدا، وروحه كوميدية وبيستقبل الكوميديا من كل البلدان، مش بس مصر، احنا في معانا نجوم من الكويت ونجوم من كل حتة وشعب يعني، وجمهور بيرحب بينا بشكل يعني فوق الوصف. طبعا موسم قوي جدا، كل الناس بتتكلم عليه مش بس في مصر، يعني في كل حته في الدول العربيه وبره كمان، لان انت عارف ان طبعا بيجي نجوم عالميين، فخلاص هو بقى موسم من اقوى المواسم من اول مره ليه يعني. وعن الشباب المشاركين معها في تقديم العروض على المسرح اجابت الفنانه شيماء. لا دول فظاع، انا ببقى اصلا قاعده في الكواليس بحس ان صوت ضحكتي هيطلع بره، يعني انا ما بقدرش امسك نفسي وما بجيش اقعد هنا في أنا ببقى قاعدة طول الوقت في الكواليس عشان أنا أستمتع بيهم زي كل الجمهور. الفنان الكويتي الكوميدي بشار الجزاف سألناه كيف شاهد موسم الرياض. مبهر، شيء نقلة، المملكة بكبرها نقلة من إلى، يعني ما حد كان يتصور أو يتخيل أن هذه النقلة تصير في المملكة، من فعاليات، من مواسم، من حفلات، من ليالي كوميدية، رائع يعني، ما خللتونا شيء. وعن الجمهور السعودي وتفاعله في المسرح مع الستاند اب كوميدي. فاهم، عارف الجمهور، هو عارف ما معنى الستاند اب كوميدي، عارف معنى انه في ستوري وفي بانش لاين، عارف انه في برفورمرز يقدمون القصص من حياتهم، قص من خيالهم، وتجيب الضحكة. وبالعكس جمهور واعي ومثقف وعارف، يعني جمهور متعطش للفرح. أما بقية نجوم العرض عبروا عن سعادتهم وشكرهم لجمهور موسم الرياض. شكرا لجمهور الرياض، شكرا، فاجأونا بصراحة من بداية الشو إلى نهايته كله ضحك، ناس مستعدين للضحكة. هم نجحوا الشو بصراحة، لأنه تخيل أنت تقول نكتة ما حد يضحك، وجهك يصير صغير تتدمر والله ما تنام. بس اليوم وأمس الجمهور فول هاوس، كلهم جاهزين للضحكة. شكرا، شو مرة حلو، من أجمل الحاجات اللي سويتها موسم الرياض، الفعالية الليالي الكوميدية هذه. يربك عب جمهور الرياض مجنون، أنا ما توقعت زي كذا، متعطش يعني. أنا أتوقع أنه من زمان ما صارت فعالية ستاند اب كوميدي في الرياض، واليوم صارت الحمد لله، وجمهور فل والناس خارجة مبسوطة، والحمد لله انا مبسوط ان الناس مبسوطه وبس. احنا سوينا عروض كثير في السعوديه وبرا السعوديه، جمهور الرياض اليوم يعني اثبت يا اخي الجمهور السعودي يفهم كوميديا ويبغى العروض هذه، يسمعك يضحك وقت الضحك ما يضايقك. كثير 1200 شخص، فايوه اعتقد احنا وصلنا في النضوج انه الجمهور يتقبل عروض كوميديه وستاند اب كوميدي، فان شاء الله نكثف العروض هذه لان الجمهور هنا متعطش يعني. اللهم لك الحمد، العرض اليوم كان ناجح بكل المقاييس. ليالي الرياض الكوميديه، الأجواء كلها متعة وضحك من أول لحظة لآخر لحظة.